السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى معنا في لاياشي فوريفر. اليوم غنتحدثوا على واحد الباك اللي تنعرفوا كاملين، اللي تيامنا كاملين كذلك، اللي هو الباك ديال ديتوكس أو الباك من أجل تنقية الجسم. أولا هذا الباك اللي خصنا نعرفوا قبل ما نستعملوه، تيخصنا نكونوا مستعدين نفسيا ونكونوا مستعدين كذلك بدنيا، لأن باش يعطي النتيجة ديالو تيخصنا نديروا معاه الحركة اللي هي ضرورية من أجل تنقية الجسم، وكذلك تيخصنا نتبعوا معاه واحد البرنامج غذائي اللي يكون سليم ومتوازن باش يمكن أننا نحقق الهدف من تنقية الجسم. فالباك ديتوكس ديال فوريفر تتقترحوا علينا اشنو فيه؟ في اولا لا بولب دالويفيرا اللي هي عباره على مضاد غنيه بمضادات الاكسده، ومضادات الاكسده تلعبوها الدور ديال تنقيه الجسم وانه تجديد الخلايا داخل الجسم، وهذه المساله اللي هي مهمه بطبيعه الحال. النقطة الثانية هو أن فيه فوريفر فايبر اللي هو غني بالألياف الغذائية اللي تتلعب الدور ديال قد تنقية خصوصا الجهاز الهضمي ديالنا، وكذلك تخلصنا من السموم ومن الدهون والسكريات اللي زايدة في الجسم ديالنا. كاين كذلك الفوريفر لاكتيف بروبي اللي تيعجبني بزاف انا، لانه مهم بالنسبه للامعاء، فيه بكتيريا اللي تتقوي الصحه ديال الامعاء، وتنعرفوا بان كيف ما تنقول لكم دائما كل شيء تيبدا من الامعاء. اذا كانت الامعاء صحه جيده وسليمه، راه الجسم غيمكن له يستافد من جميع المكونات اللي تندخلوا الجسم ديالنا. اذا كانت الامعاء ديالنا صحه غير جيده بطبيعه الحال، فالجسم ما غاديش يستافد من كل ما تندخلوه من المكونات الغذائيه. النقطة الأخرى اللي كاينة هو الكالايت اللي هو عبارة على بروتينات نباتية، وهي مهمة بطبيعة الحال بالنسبة للعضلات ديالنا. وتنعرفوا بأن الفرق ما بين البروتينات الحيوانية أن البروتينات الحيوانية فيها دهون مشبعة للزيادة ديالها ولا الاكثار ما يقدر يدير بالجسم، في حين أن البروتينات النباتية ما فيهاش الدهون المشبعة اللي هي تقدر تضر بالجسم ديالنا، وبالتالي فإدخال البروتينات النباتية مسألة اللي هي جيدة ومهمة بالنسبة للجسم ديالنا. كاين كذلك عندكم هنا لو ميت روبون باش تعرفوا لو تور دو تاي لانه مهم بزاف، وطبيعه الحال كاين واحد لو بوتي ليبغي اللي غتلقاو فيه مجموعه ديال النصائح فيما يخص الحركه ديالكم وطريقه اتباع المنتوج ديال ديتوكس ديال فوريفر. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحصه ديال اللي هضرنا فيها على ديتوكس ديال فوريفر، وتنعاود ناكد اننا خاصنا نديرو مع الحركه ومع البرنامج الغذائي اللي خصو يكون طبيعي ومتوازن. وتبارك الله عليكم، نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله.